أمرت النيابة العامة بحبس محمد الأمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار بالبشر وتسهيل الهجرة غير الشرعية المجني عليهن فتيات نزيلات بدار أيتام مملوكة له في بني سويف. المتهم استغل ضعف الفتيات القاصرات بقصد التعدي عليهن جنسيا، هتك عرضهن بالقوة والتهديد واعتاد ذلك دون رضاهم. اصطحب بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع لهتك عرضهن وطلب منهم أفعالا مخلة. التقرير الطبي أكد معاناتهن من اضطراب سلوكي. تحريات الشرطة أكدت الجريمة وأشارت لفتيات أخريات. المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات وطلب بشهادة مشرفة الدار. وزارة التضامن أغلقت دار الأيتام المملوكة لمحمد الأمين. إجراء عملية تطهير شاملة لمؤسسات الرعاية الاجتماعي وإحالة المخالفين للنيابة العامة للتحقيقات.